أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم حياكم الله نلتقي بكم مجددا وبرنامج الملحق الأخباري من على شاشة قناة سامراء الفضائية لا يبدو أن العراق أن يمر أسبوع أو حتى ربما أيام لا تمر إلا فيه كبرى الفعاليات في هذه الأيام التي كل الأنظار تتجه من أجل حسم مسألة الحكومة واختيار رئيس مجلس وزراء وبعد تشريع قانون الانتخابات وبعد اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات كل هذه التفاصيل نجد على الشارع العراقي وعلى الأرض العراقية أيضا هنالك تحركات من قبل المتظاهرين ومسؤولين لملمة الأمور وتهدئة الشارع وعودة الحياة إلى طبيعتها هنالك اجراءات تكون يعني ربما تتخذ خطوات من اجل حسم هذه القضايا ما برح العراقيون ان ربما ينشغلوا بمثل هذه الاحداث ومثل هذه الامور لينشدوا لي العيش بسلام وبناء حكومه جديده مبنيه على الديمقراطيه ومحاربه الفساد والقضاء على البطاله وتحقيق مطالب الجماهير العراقيه أه ربما هنالك الصراع الاقليمي ان صح التعبير له دور كبير في تاجيج الاوضاع في العراق بين الفينه والاخرى. ما جرى يوم امس من استهداف مقار للحشد الشعبي في مدينه القائمه الحدوديه ربما هذا دليل اخر على أه التكرار مساله استهداف وانتهاك لسياده العراق من قبل جانب امريكي اللي هو الحليف الاساسي للعراق على الرغم من ان حليف الجانب الشرقي هو ايران ولكن الحليف الغربي ربما له تفسيرات مختلفه له اراء وبعد نظر يختلف تماما عن الجانب الاخر لذلك نشاهد هذا الصراع الموجود في العراق هو الصراع الاقليمي هنالك دعوات عراقيه من الداخل بان يكون العراق هو بلد لحل الخلافات وليس أرض لتصفية الحسابات وهذا هو الأساس والمنطلق الأساسي في مثل هذه الظروف العصيبة. إذا لمناقشة مثل هذه التفاصيل ومثل هذه القضايا والأحداث الأخيرة في البلاد ينضم إلي هنا في الاستوديو المحلل السياسي باسل الكاظمي. أهلا ومرحبا بك معي في حلقة <applause> هذا اليوم من الملحق. حياكم الله وحيا قناتكم الموقرة وحيا السادة المشاهدين. بداية يعني أود أن أسألك يعني قراءتكم لمثل هذه الخطوات حاليا هنالك تصعيد ربما قد يشهده هذه الأيام نحن نتحدث بأن الحشد الشعبي هو يعتبر من الخطوط الحمراء يعني في في العراق له دور أساسي في تطهير مناطق كبيرة له موقف أيضا كان في دحر الإرهاب ولكن استهداف مقار الحشد من قبل الأمريكان ربما له بعد نظر مختلف تماما عما نراه نحن العراقيون فكيف تفسرون مثل هذه الخطوة الأمريكية في مثل هذا الوقت تحديدا سيد العزيز الجانب الامريكي عندما بدا بهذه الخطوه ليس بالان هنالك ضربات سابقه عده مرات حاولت امريكا بانه ان تقصف الكثير من المواقع وقد قصفت المواقع ولكن بعد القصف وبعد هذه الانتهاك للسياده العراقيه هل يوجد هنالك رد بالمستوى المطلوب ونفس الحجم من قبل القوى السياسيه في داخل العراق؟ ام من عدمه لا هناك لا كرد يعني كان هنالك انتقادات سيد العزيز مساله الانتقادات ومساله بانه اليوم الاستنكارات وكل هذه المساله هذه بامكان اي مواطن عراقي ان يستنكر ولكن نحن نتحدث على رجال دولة مه. نتحدث عن سيادة بلد بأكمله لا نتحدث بأنه اليوم مسائل بسيطة واستنكارات وتنتهي المسألة مه. نقطتان بأنه هي من جعلت الجانب الأمريكي بأنه يعيد القصف مرة واثنان وثلاث وإلى آخره مه. النقطة الأولى مه. لم يكن الرد من الجانب العراقي بالمستوى المطلوب وقلتها قبل قليل مه. اتجاه خلق السيادة العراقية ولا ولم نستعمل او نستخدم مساله بانه نحن لدينا حلف او لدينا اتفاقيه دوليه مع الجانب الامريكي اليوم الجانب الامريكي هو قد خلق هذه الاتفاقيه الجانب الامريكي لم يحترم هذه الاتفاقيه ولاقي المساله الاخرى اليوم من يتحدثون حول تشكيل الحكومه وبالخصوص من يتحدثون بانه حول مساله اليوم حقوق الحشد الشعبي دوما وتكرارا نلاحظ بانه في العراق بعض الاطراف تحاول بانه ان تضع الحشد الشعبي يتميز عن باقي الفصائل الامنيه في وزاره الدفاع والداخليه وجهاز مكافحه يعني. العراق احسنت احسنت نتحدث يتحدثون عفوا يتحدثون حول مساله بانه اليوم الانتصارات مه. او حول مساله بانه اليوم هذا الاسم وذلك المسمى مه. لو عدنا الى الحقيقه مه. لماذا لم نتحدث ونقول بان اليوم الحشد الشعبي هو احد الفصائل التابعه الى القائد العام القوات المسلحه مه. ياتمرون بامرته دوما وتكرارا مه. نلاحظ بعض الاطراف الذي لديهم ولاء خارجيه الذي بامكانهم ان يكون العراق عباره عن حلب صراعات دوليه او حلب صراعات امريكيه ايرانيه مه. ماذا نلاحظهم مه. نلاحظ بانه يجعلون الحشد الشعبي هو احد العناصر بهذه الصراعات يعني تقصد يزجون يروجون على ان يتابع لايران مثلا ليس الواضحة. ليس بالعلانيه وليس لاد. بالمباشر ولكن من خلال تصرفاتهم من هي هذه الاطراف السيد العزيز بالدوله في داخل بالتصفيق الدوله بالتصفيق واليوم من يتصارعون حول مساله رئاسه الوزراء هم احد العناصر المهمه لو كان بانه ينسحبوا كل هذه التصريحات في البدايه عندما بدات الانتخابات ماذا قالوا قالوا نحن قد بانه ابتعدنا عن مساله الحشد وكل الفصائل المسلحه حتى نخوض الانتخابات ثم بعدها يعودوا من جديد العوده شنو تقصد بها العوده من جديد باسم الحشد الشعبي باسم الحشد الشعبي يريدوا ان يصعدوا على الاكتاف باسم الحشد الشعبي بانه حاولوا ان يحصلوا على الكثير من المسائل هذه المسائل جعلت هنالك دريعة إلى الجانب الإيراني وإلى الكثير من الدول فلنعترف لمرة واحدة بأن لا تعترف بأن الحشد الشعبي تابع إلى أحد الفصائل أو التابع إلى القائد العام القوات المسلحة وقد نص عليه هنالك برلمان وتم التصويت عليه بأن الحشد الشعبي جهة رسمية <applause> هذه الفصا عفوا هذه الاطراف جعلت هي الدريعه يعني هذه الاطراف تقصد تدخل تقصد بها تتدخل بشؤون الحشد ولا تتدخل بجانب ارادت السياسي بحكم انه ان الحشد تاخذ الحشد بانه لمصالح شخصيه او الى الى اين ولائهم الى هذه الدوله بان يكون تركيز الحشد دعم الى هذه الدوله او تلك الدوله لم في لم يكن الحشد الشعبي كما نلاحظ وزاره الداخليه والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب بانه بعزله عن كل هذه الصراعات لماذا نحن الان ناتي ونريد بشتى وسائل ان نزج الحشد الشعبي بانه بمسائل شخصيه انا اليوم لي ولاء الى هذه الدوله وتلك الدوله اتي بالحشد الشعبي واضعه بالوسط والى اخره فاليوم مساله من اعطى الفرصه الى الجانب الامريكي هم فصائل ال 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 نعم هم فصائل بالحشد تقصد عليهم أنا لو جهات السياسية. لا الجهات السياسية الذي استخدمت الحشد هو آلة أو, أو استخدمت الحشد هو عبارة عن فد وسيلة مم. لإرضاء بعض الدول مم. لم يكن بأنه, بأنه الحشد الشعبي طيب. المشكلة الأخرى مم. نرجع الى اين؟ الى القياده العامه، القائد العام قوات المسلحه، هل راينا يوما من الايام بان عندما يلاحظ بان يحاولون بعض الاطراف ان تستخدم الحشد الشعبي شنو الموقف هي... الرسمي؟ يجب ان يكون هنا لاحظنا في حكومه السيد العبادي لا يمكن اي طرف بانه ان يصرح اتجاه الحشد الشعبي فقط <applause> القائد العام قوات مسلحه لماذا لم نستخدم نفس الوسيله ونفس <applause> الاساليب اليوم ما قعدنا ناطق باسم الحشد غير يعني معروفين الجهات المعروفين. انا لا اقصد <applause> ناطق انا اقصد بانه اليوم <applause> بعض الاطراف تحاول ان تجعل الحشد فقط ياخذ رواتب من الدوله العراقيه لكن ولكن <applause> تحركاته ولكن استراتيجيته وكل المسائل هو ياخذها من من, من اطراف سياسيه، ليس هذه الاطراف السياسيه ولاءها <applause> الى اجندات خارجيه، <applause> لماذا نحن نضع هذه المساله <applause> ونقدمها على طبق من ذهب الى الجانب الامريكي زين. هذا التصرف لو... يبيح للامريكان اليوم انتهاك السياده العراقيه؟ انا قلتها قبل قليل بمثل هذا التصرف جعل ليس فقط امريكا الكثير من البلدان جعلتها بان تقول بان الحشد الشعبي ليس جهه رسميه لكون تتحكم به هذا الطرف وذلك الطرف من يتحكم بالحشد الحشد الشعبي لا ننسى كذلك بأن الحشد بعض الأطراف جعله وسيلة لكي أن يصعد على الأكتاف في الانتخابات رأينا سوف نطالب بحقوق الحشد بحقوق الشهداء بحقوق الجرحة ما, ما أخذ حقه؟ ولكن بعدها الحشد لا والله لا لو اتينا بانه بانه جعل هنالك استبيان او استفتاء الى كل مقاتلين لحشد الشعبي وين عليهم القبعه <applause> هل القيادات التي متواجده الان تمثلكم ان تاخذ حقوقكم والله العظيم شكرا. انا على يقين سوف يرفضون كل هذه القيادات لا ليش باقي بالحشد نعم ليش باقين بالحشد؟ مو المقاتلين. باقين بالحشد، الافراد تقصد المقاتلين 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 بأنهم موجودين في الحشد ولكن أكو أب... ولكن عفوا هذه الاطراف من الجانب السياسي هي 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 بانه تحاول بشتى الوسائل ان تبقى بهذا المكان، لكون مم. مصدر درعها وقوتها هو من الحشد باسم الحشد، مم. هذا من جانب طيب هذا بس خليني اسالك مساله، انت دا تقول انا اعرف قصدك زين احنا عندنا فصائل هذه فصائل معروفه اسمها فصائل مقاومه معروفة عندنا حزب الله الكتائب عندنا عصابه اهل الحق عندنا سراي السلام عندنا غير هذه كلها فصائل عندها تمتلك الاسلحه صح لو لا ولا؟ نعم هي منضويه من ضمن الحشد انت تقصد على هذه الاطراف لو تقصد اطراف غير هذه الاطراف طيب حتى وان كانت منتميه الى يعني الى جهه سياسيه الم يكن لها قانون يشرع وجودها في الدوله العراقيه على اساس انه لديهم ممثل سياسي ولديهم امره تابعه للحشد الشعبي التابعه الى القياده العامه للقوات المسلحه وقائد العام للقوات المسلحه، طيب هل هذا يبيح أن نرجع الى مساله هل يجيز قانونا بان تتصرف الولايات المتحده على اساس خلافات سياسيه بانتماء سياسيين الى ايران مثلا تستهدف؟ لا سيد العزيز، لا يمكن لا مم. الى الولايات المتحده ولا اي دوله مم. بأنه بأن تتصرف بمثل هذه الأساليب الرعناء لكون هذا يعتبر ليس استهداف إلى الحشد يعتبر استهداف إلى السيادة العراقية هذا ولكن نحن فلنقل كلمة واحدة طيب. جنابكم قبل قليل تقول مم. بأنه تؤتمر بأمرة القائد العام قوات المسلحة مم. أنا على يقين وكلمة محسوبة عني مم. بأن اليوم الأوامر تصدر ليس من القائد العام قوات المسلحة للحشد؟ للحشد تصدر من جهات مهم. بالاجتهادات الشخصيه، واليوم رئيس البرلمان لديه هنالك تصريح قال مهم. يجب على كل القوات الامنيه والفصائل المسلحه بانه تؤتمر بامره القائد العام للقوات المسلحه، ان دل على شيء هذا فيدل بان هنالك اطراف تحاول بانه هي الذي تعطي اوامر بدون العوده الى القائد العام قوات المسلحه لا ننسى راينا الكثير من الخطابات من بعض مه. الشخصيات وبعض القيادات من الحشد الشعبي مه. انا احترم الحشد الشعبي كمقاتلين مه. لكن القيادات لا أنت لك تحفظ عليهم القيادات, يعني؟ القيادات مم. ليس بالمستوى المطلوب وبمستوى الدماء ها. القيادات السياسيه القيادات نعم كل الما... كل مم. القيادات في داخل الحشد الشعبي هي لديها جانب سياسي كما لديها مم. جناح م... جناح مسلح فالقيادات هي تتعامل بمسألة أخرى رأيناهم بالفضائيات بأنه يصرحون بتصريحات بعيدة عن تصريحات القائد العام قوات المسلحة بعض الأطراف يوم من الأيام رأيته بإحدى الفضائيات يتحدث ويقول إذا الحكومة العراقية والقائد العام لم يحرك ساكن فنحن لدينا أساليب أخرى أنت من؟ أنت من؟ هذا شنو يعتبر؟ أنت هذا هذا, هذا يعتبر علي. هذا يعتبر بأن مجرد وجود بان الحشد تابع الى القائد العام للقوات المسلحه مجرد هو غطاء قانوني زين. احنا نرجع ابو مهدي المهندس ايضا كان له تصريح في الاستهداف السابق للحشد الشعبي بعد ذلك تم تحجيم مساله التصريح الاعلامي لقياده الحشد الشعبي هل يعتبر هذا ايضا طريقه اخرى استخدمتها الحكومه في حال انه عدم وجود تصريحات تكون مختلفه عن الدبلوماسيه العراقيه السيد العزيز يوم امس صدر هناك تصريح جديد الى ابو مهدي المهندس انا احترم الاسماء طيب لكن الاداء انا اقصد مهم بالاداء مهم يوم امس صدر هناك تصريح الى ابو مهدي المهندس حول مساله سوف يكون هناك رد من ال هو, هو رجل قيادي في الحشد فمن حقه يعني يصرح بهذا الامر احسنت احسنت, الأمر أحسنت ولكن يوجد هنالك اتفاق بالاجماع بان كل تصريحات تخص الجانب الأمني أو المؤسسة الأمنية شئنا أما بين الحشد الشعبي تابع للمؤسسة الأمنية العراقية فأي تصريحات يجب أن تخرج من مكتب القائد العام قوات مسلحة عن لسان الناطق الرسمي باسم القائد العام قوات مسلحة فيجب بمثل هذه التصريحات لا تصدر من هذا الطرف ومن ذلك الطرف يجب ان تكون تصريحات مركزيه، انت وحد المشكلة في العراق حتى بالعمليه السياسيه بالجانب الامني بالاقتصاد بكل المسائل، لا يوجد لدينا توحيد بالخطابات. كل يصرح بما يراه مناسبا، فسيد العزيز اليوم مسألة قصف الجانب الامريكي الى مواقع الحشد الشعبي هي النقطتين، النقطة الاولى الجانب الامريكي من خلال بعض الاساليب التي تصدر من هنا وهناك من قبل بعض الشخصيات بانه تقول بان الحج الشعبي ليس جهه رسميه مم. هذا بانه كل هذا قناعه امريكيه قناعه امريكيه مم. وحتى بعض الدول العربيه وحتى مم. بعض الدول الجوار بانه لم تعترف بان الحج الشعبي كيف ومس احنا شنو علاقتنا خلي لا يقتنعون المساله الاخرى مم. بانه التصريحات مم. قيادات الذي تقود الحج الشعبي هي مقاربه الى تصريحات الجانب الايراني مم. فهنا الان متهم الحشد الشعبي كون الحشد الشعبي من اين تعرف مم. اي مؤسسه تعرف من قياداتها من مم. الجانب الاعلى مو صح لو انا فمن الاعلى ثم الادنى فقيادات الحشد الشعبي أغ... كل تصريحاتهم هي تصب او منسجمه مم. مع مع احترامي واجلالي للجانب الايراني منسجمه مع الجانب الايراني <applause> لا ننسى كذلك بعض التهديدات التي صدرت من الجانب الامريكي تجاه الجانب الايراني قبل ان يصدر هنالك رد من الجانب الايراني حول التصريحات الامريكيه راينا من اين اتت بدات التصريحات او الرد من قيادات بالحشد تدعي م -م. تد انا اقول بالنسبه تدعي. لي انا اقول بالنسبه لي م -م. بانه تدعي بانه تابع هو الحشد يمثل اللي اللي كون... كل تقريبا ل... شريحة واسعه من العراقيين فالكل ش... يريد ان يدافع عن موقف أي الحشد اي يدافع عن الحشد م -م. هذا يختلف بانه م -م. انا بس لا يصرح ولكن ب... لا تهديد بانه احسن اهدد او اجعل الحشد هو عباره م -م. بانه اله استخدمها حيث ما اراها مناسبه في الاجواء فنرى بانه بعض الاطراف مم. تبدا وتهدد وهناك وت... تصعيدات مم. قبل ان يهد... بانه يبدا من الجانب الايراني، مم. فهنا ذريعه اخرى جعلت الجانب الامريكي يقول بان الحشد بعض الاحيان نرى بعض التصريحات تقول بان الحشد هو اصلا لا تبع حتى ما تبع للعراق. هاي مش اللي يقولون شو علينا بهم أنا؟, انا معك ولكن لماذا لم ننقل م -م الصوره احنا الواضحه احنا رسمنا الخطا يعني تقصد انه الجانب العراقي هو لم يكن بالمستوى المطلوب لاقناع الاطراف والراي أحسن الدولي أحسن المشكله م -م الجانب العراقي في عده مسائل لم يكن بالمستوى المطلوب بان يقنع كل الاطراف بان الحج الشعبي بانه احد المؤس احد الفصائل المؤس المؤسسه الامنيه بانه تابع للمؤسسه الامنيه كما يوجد هنالك وزاره الداخليه والدفاع وجهاز وكاله الارهاب وهذه هذه المسميات الحشد اضيف اليهم لماذا لحد هذه اللحظه نبقى نقول الحشد لا بعيد عن هذه المسائل لماذا نحاول ان نفصل الحشد عن هذه الاسماء العظيمه هذا من جانب. مهم. الجانب الآخر بأن بعض الأطراف السياسية قلتها قبل قليل مهم. تحاول بأن تجعل الحشد هو أحد الأطراف مهم. في الصراعات الدولية. هنالك حلب الصراعات مهم. وهذه الحلب الصراعات في العراق. فتريد بأنهم أن تجعل هذه المسألة طيب. الجانب الآخر سيد مهم. العزيز. هنالك تصريحات تصدر من بعض الأحيان من الجانب الإيراني حول مسألة بأنه كل قواعد الجانب الأمريكي مهددة إذا أي ضربة من القوات الأمريكية وإلى آخر اتجاه الجانب الإيراني ومن ضمنها في العراق. نرى بان بعض القيادات من الحشد ماذا يفعلون؟ يؤيدون هذه المساله. لماذا لم نتفق؟ صدقني لو اتفق كل القوى السياسيه وحتى قياده الحشد الشعبي في العراق اتفقوا بان لا يمكن ان يكون العراق عباره عن حلبه صراعات دوليه ومن يريد ان يتصارع فليكون يتصارع خارج عن العراق، يهمنا الاول والاخير هو العراق وسياده طيب العراق والحفظ على امن العراق. لو اجتمعت كل هذه الاطراف بنفس الاليه ونفس الخطابات لا يمكن لا لامريكا ولا لاي دوله بانه ان بان يكون هنالك انتهاك للسياده العراقيه، مم. هذا من جانب، الجانب الاخر اليوم حدث هنالك قصف على مواقع الحج الشعبي طيب. والحج الشعبي هو ليس خارج عن القانون مم. لماذا البرلمان لم يكن هنالك جلسة طارئة هنا كانت مطالبات بأن تكون هذه الجلسة جلسة طارئة, طارئة. وبسبب هذه المسألة مه. حتى لا تتكرر، لو كان في السابق هنالك جلسة طارئة وهذه المسميات لم تتكرر ولحد هذه اللحظة، هذا من جانب آخر، أعطيني أي بلد من بلدان العالم، بلدان الصغيرة والكبيرة، مه. إذا يوجد هنالك انتهاك إلى السيادة هل مجرد بخطابات واستنكارات <applause> انا اليوم قائد العام للقوات المسلحه <applause> كل قطره دم بانه تنزف من الحشد او من الداخليه والدفاع والمجازمه انا مسؤول عنها اخرج باستنكار <applause> هذه اساليب مخجله <applause> هذه اساليب تجعل بان اعطي حافز وتشجيع للجانب الامريكي <applause> هذا من جانب طيب، بعض بعض القيادات <applause> بعض القيادات بالجانب الامريكي قد <applause> صرحت وقالت بان حتى في السابق ليس فقط <applause> الان بان السيد عادل عبد المهدي لديه معلومات بان سوف الجانب الامريكي يقصف بعض المواقع عنده معلومات عادل عبد المهدي؟ هذا الجانب الامريكي ما صرح بهذه المساله، لماذا لحد هذه اللحظه لا يوجد رد؟ لماذا لم يكذب؟ لما فعل القوات القياده العراقيه؟ القياده العراقيه لحد هذه اللحظه لا يوجد اي صامتة. رد ومجرد فقط استنكارات لاحظنا ومجرد فقط لان نحن منشغلين بما هو اهم من السياده العراقيه، منشغلين بالمناصب، منشغلين برئاسه الوزراء والحقائب الوزاريه، صدقني وانا اقولها وعلى يقين السيادة العراقية ليس فقط أول من خلقها هو الجانب الأمريكي لا دي. السيادة العراقية قد خرقت عندما لاحظنا بأن بعض السفراء الدول مه. عندما يخرج في الفضائيات يتحدث وكأنما هو عبارة عن متحدث باسم الحكومة العراقية سفير دولة؟ سفير دولة آه سيد العزيز في حكومة في انتهاء مه. حكومة السيد آه العبادي, العبادي عندما في بدايه حكومه السيد عادل عبد المهدي قبل مه. تشكيل الحكومه هذه المسميات سئل احد السفراء في الفضائيات حول مساله تشكيل الحكومه العراقيه مه. قال الوقت مبكر <applause> هو اللي هذا على يا سفير السفير الإيراني سئل بالفضائيات قال <applause> بأنه الوقت مبكر ومشوار طو... <applause> مشوار طويل يعني ربما كان يقصد حكوم... الوقت مبكر على تصريحه يعني ما راح لا يمكن لا, تصريح ي... على تشكيل لا, لا, لا على تشكيل الحكومة هو <تصفيق> لا, <تصفيق> لا يمكن أن يكون هنالك إلى أي شخص من أي دولة أن يصرح بتصريحات ويبعيد عن الدولة طيب حتى لا نروح بعيد باختصار بدقيقة واحدة إذا ممكن تتوقع رح يصعد الامر راح يكون هنالك تصعيد ام تهدئه للامور وحل هذا هذه المشكله اللي تكررت باختصار من اين من الجانب العراقي من الجانب العراقي والجانب الامريكي يعني راح تصعد سياسيا ربما من قبل بعض الفصائل هي راح ترد او كذا لاستهداف مصالح امريكا ما نعرف يعني انت توقعاتك شنو راح يكون مو المشكله اعيد واكرر عندما تتحدث عن الجانب العراقي يجب ان نفصل الجانب العراقي تقصد بالحكومه حكومة العراقيه طبعاً او الجانب المسلح الج... لا نحكي هسه الفصائل واحكي على الحكومه لانه مستهدفوا مقر تابع الحزب حزب, حزب الله نتحدث عن الجانب الحكومه او وال... نتكلم على السياسه, السياسة العراقيه, العراقية العراقي او القوى نعم. السياسيه لا يحركوا اي ساكن واقوى واكثر مساله يستنزفون بها طاقتهم هو يخرجون بانه هنالك استنكارات وهذه المساله هذه آه طيب. المساله اما ان نتحدث حول الجانب الاخر البعض الفصائل نعم. بعض الفصائل المسلحه بعض الفصائل المسلحه انا من رايي شخصيًا تنتظر الايعاز لكي يكون هنالك رد تمام شكرا لك اذا مشاهدينا وصلنا الى هنا ختام حلقه هذا اليوم من برنامج الملحق انا ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي باسل الكاظم شكرا جزيلا لك ايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعه نلتقيكم في حلقات مقبله باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم شكرا جزيلا